تواصل معارض أهل رمضان بكافة المحافظات استقبال الجمهور لشراء كافة السلع والمواد الغذائية. يأتي هذا في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. جهود حثيثة تبذلها الدولة لتوفير مستلزمات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبكميات وفيرة في مختلف محافظات الجمهورية. وفي هذا الإطار تواصل معارض أهل رمضان بمحافظة الجيزة استقبال الجمهور لشراء كافة السلع والمواد الغذائية. المعرض دوت فيه كل المنتجات ما بين لحوم وفراخ ولحمة وزيت وبقوليات وكل حاجة موجودة، وزي ما حضرتك شايف الإقبال الشديد دوت ده سببه إن الأسعار هنا أقل من السوق على الأقل من 20 لـ30%. جميع المعروضات من السلع الغذائية المعروفة والمتداولة بالأسواق، الغرفة التجارية بالجيزة بتقدم هذا المكان مجانا للعارضين، بتنتقي جميع العارضين من الشركات المصنعة والمستوردة والمنتجة. والله هي حاجة كويسة جدا، يعني بالنسبة للزيت والسكر والرز أسعار كويسة جدا، حاجة جميلة خالص. يعني الواحد اشتري حاجته كلها والحاجة جميلة جدا ورخيصة وزي الفل. وسعيا للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تعمل مبادرة المواطن أولا بمحافظة القاهرة على تنفيذ شوادر لتوزيع السلع الغذائية الاستراتيجية. كمديرية تموين القاهرة قطاع الرقابة عندنا بينزل بحوالي 5 حملات يوميا، غير الحملات الإدارية اللي في كل إدارة في كل حي، في إدارة تموينية وفي إدارة رقابة تموينية، أيضا في 4 حملات مركزية بتقوم من كل قطاع في القاهرة، بتقوم حملة مركزية من مديرية تموين القاهرة بالإضافة إلى غرفة عمليات. هذا وتستهدف الخطة إقامة 5 معارض أهل رمضان بكل محافظة وفي القرى والنجوع، فضلا عن السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين.